أهلا بكم إلى لايف إلى مساحة جديدة نفتح من خلالها آفاق للحوار ونناقش فيها جملة من المواقف السياسية. عنوان حلقة اليوم: أردوغان كثير التصريحات، أخيرا يعترف بإرساله المرتزقة السوريين إلى طرابلس. في ملفنا الثاني الذي سوف نناقشه في حلقة اليوم، عن مستجدات الأحداث، مباركة من القيادة العامة لمخرجات ملتقى القبائل الذي عقد في مدينة ترهونة. الملف الثالث الذي سوف نوليه الأهمية أيضا مثل الموضوعين الأولين. محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مستمرة في جنيف. 3 مواضيع في غاية الأهمية لأنها تعتبر حدث الساعة أيها الكرام. إلى التفاصيل. مثل ما تابعتم أيها الكرام في العناوين جملة من المواضيع في حلقة اليوم، نبدو من التصريح الأخير اللي صدر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس. أردوغان على فكرة هو الآن أو قبل قليل كان يتحدث، أردوغان المستمر في نهج التعنتي، المستمر في تصريحات الكثيرة المسهبة الطويلة يوميا، يحكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام لأول مرة من يوم قررت حكومة الوفاق وقرر المجلس الرئاسي الاستعانة على الملأ وأمام رؤوس وعيون الأشهاد أنهم يستعينوا بالمرتزقة السورية. لأول مرة يعترف أردوغان، بحسب طبعا ما نشر في وسائل إعلام كثيرة عربية وغربية، يعترف بوجود مرتزقة سوريين في طرابلس أرسلهم النظام التركي، اللي هو حاليا عبارة عن ترجمة لأفكار وتوجهات ومصالح حزب العدالة والتنمية، اللي هو من الأجنحة السياسية طبعا لجماعة أو منظمة الإخوان المسلمين، اللي اليوم تعتبر تركيا مركز الثقل ومركز الحضور ومنطلق للمواقف وللعمليات السياسية وغير السياسية بين قوسين. أردوغان قال إن تركيا موجودة في ليبيا وعندها قوة تقوم بمهام تدريب، هذا طبعا كلام أردوغان، وقال أيضا إن في أشخاص من الجيش الوطني السوري، هو سماهم الجيش الوطني السوري، موجودين في طرابلس. طبعا لما نجو نقرأ ما وراء هذه الجمل، ما وراء هذه التصريحات، نقدر نستشف شيء مهم جدا، وهو أنه حتى لما قرر أردوغان وفق مصالحه ومصالح حزبه أن يبعث دعم لحكومة الوفاق وتشكيلاتها المسلحة، ما بعت لهمش قوات تركية نظامية، لم يرسل قوات تركية نظامية من الجيش التركي، لأن هذه مسألة مختلفة تماما، مسألة صعبة معقدة ما يقدرهاش في تركيا. بعث لهم مجموعة من المرتزقة السوريين اللي تم التغرير بهم، وأردوغان نفسه غرر بهم لما وعدهم بدولة في شرق سوريا، فانتهى بهم المطاف في طرابلس ويقاتلوا بالأجر. على فكرة هم في سوريا كانوا يقاتلوا بالأجر 100 و200 دولار في الشهر، الآن يعني عندهم 2000 دولار في الشهر في سبيل قضية هم أساسا كلهم اليوم لو تجمعهم السوريين وتسألهم هم أساسا مش عارفين أي تفصيلة عليها، ولو كانت تفصيلة صغيرة. قطعين آلاف الكيلومترات، مش حنقولوا مساكين طبعا ولا مغرر بهم لا، وكأنهم ذئاب بشرية طبعا، طالعين من حرب إلى حرب، من ساحة إلى ساحة، من مدينة إلى مدينة، من دمار إلى دمار، من خراب إلى خراب، وناس امتهنوا الإجرام وناس امتهنوا الخراب. والأمر هذا أثار حتى ضجة داخل سوريا وحتى داخل الفصائل المعارضة نفسها اللي ما زالت تقاتل لها سنوات. يعني أردوغان بمفهوم براغماتي، بمفهوم مادي، يعني أحدث حتى شرخ داخل جسد المعارضة السورية، وايضا اللي قاعدين نشوفه في الورطه، يعني اللي دخلها
أردوغان في إدلب وفي ريف حلب الغربي وكيف إن قواته قاعدين يموتوا شبه يوميا. وعلى فكرة أردوغان لمن لا يعلم، وأعتقد أنه كلكم تعلمون يعني باب التذكير، يعني هو إنسان في شخصه وفي ممارساته السياسية هو ذو نزعة إمبريالية، يعني نزعة توسعية. واللي ما يعرفش أهو نعرفه، يعني هو عنده تصريح قديم مثلا ينتقد فيه مثلا مصطفى كمال أتاتورك، وهذه معلومة على الهامش، مؤسس دولة تركيا الحديثة وصاحب تركيا الفتاة والضابط اللي يعني أنهى ما عرف بالخلافة الإسلامية ورفض الانسحاب التركي القديم من الموصل ومن حلب. أردوغان رفض الانسحاب القديم من الموصل ومن حلب، واليوم قواته موجودة في سوريا، مش خوفا على الأمن القومي التركي، مش خوفا على مصالح تركيا، إنما هو استرجاع لنوايا توسعية إمبريالية تتعارض مع مفاهيم حقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة. وأنا تمنيت أن أردوغان، صورة أردوغان تكون موجودة معنا الآن وإحنا قاعدين نتكلمه يعني. وأيضا الحقوق الثابتة للشعوب في السيادة على أراضيها وعدم التدخل في أي قوة أو من أي دولة تحت أي ظرف وتحت أي عنوان. شكرا شباب. نرجع تاني، أردوغان يعترف بالمرتزقة السوريين، وهذا تصريح يفترض أن يكون حجة عليه، ويفترض أن يكون هذا التصريح عبارة عن يعني عنوان يدين أردوغان، وهذا يفترض أن يتم الاشتغال عليه لو أنه طرف مجلس النواب وطرف القيادة العامة. نكملوا شباب، طرف مجلس النواب وطرف القيادة العامة والحكومة الليبية أحسنوا التصرف وأحسنوا العمل في الاتجاهات القانونية. الرجل مش بس يؤكد التدخل، هو يؤكد الغزو، والسبب الأصلي طبعا هو في التشكيلات المسلحة اللي يعني تستنى وتنتظر في أي حد ينقذها من جحيم الجيش الوطني، وهذه مسألة يعني في غاية الأسف. نجو الآن لموضوع ثاني نعتقد أنه لا يقل أهمية أبداً عن الموضوع الأول، اللي هو موضوع الملتقى العام للقبائل والمكونات والنخب الليبية لنظمتها طبعاً مدينة ترهونة، واستضافتها بطريقة رائعة جداً ومثالية جداً في يومين 19 و20. طبعاً أكثر من 3500 شخصية على مستوى ليبيا من كل المكونات، من كل الأصقاع، من كل أطراف المعمورة في ليبيا جت لمدينة ترهونة وتجمعت والتقت في مدينة ترهونة في أجواء رائعة جدا. الملتقى كان في توقيت مهم جدا زي ما الآن هذه الصور المرفقة. الملتقى كانت عندها خلفيات، أو هو نقدر نقوله عبارة عن نتيجة لمجموعة من العوامل تجمعت في ظروف معينة فأنتجت ملتقى القبائل اللي موجود الآن واللي تم في مدينة ترهونة. من بين العوامل هذه أو الأسباب هذه هو التدخل التركي في ليبيا، وأيضا الطريقة الفجة اللي أرسل بها أردوغان وأرسل بها النظام التركي المرتزقة السوريين لطرابلس. الملتقى تقريبا كانت نتائجها هي الأكثر قوة، الأكثر وضوح، الأكثر صراحة مع الذات ومصارحة مع طبيعة المرحلة. مش فلسفة، ولكن يعني هذه الجملة نعتقد أن هي بليغة. الملتقى هذا صارح نفسه مع المرحلة اللي تمر بها ليبيا. الملتقى خرج بجملة من التوصيات أو جملة من النتائج اللي هي على هيئة ثوابت ومبادئ ومنطلقات وخارطة عمل نحو عمل مشترك سموه بالعمل الوطني. البيان الختامي يتضمن الآتي إن عدد النقاط: المصالحة الوطنية أساس لخلق الوئام وضمان وحدة الدولة، رفض كل الأجسام الأيديولوجية، التأكيد على النهج الديمقراطي ووجود الدستور والتنوع العرقي هو من نواميس البشرية، رفض الإرهاب والميليشيات المسلحة والغزو التركي، دعم الجيش الوطني في حربه على الإرهاب والميليشيات في طرابلس، استمرار إيقاف ضخ النفط الذي بدأ في يناير الماضي إلى حين تشكيل حكومة وطنية قادرة على أنها تحافظ على مصدر الرزق، وضع حد للعبث المالي في المؤسسات على رأسها المركزي في طرابلس وهيئة الاستثمار، عدم القبول بنتائج جنيف ما لم يتم العودة إلى الليبيين باعتبارهم معنيين،
مطالبة المجتمع الدولي بسحب اعترافه بالمجلس الرئاسي اللي موجود الآن في طرابلس والأعلى للدولة أيضا بعد جلب المستعمر، إعلان التمسك بالجيش الوطني ومجلس النواب الليبي ومقره مدينة طبرق، ضرورة رفع الحظر على تسليح الجيش الوطني، تخويل القوات المسلحة، البدء في سرعة الحسم، حسم المعركة ميدانية للقضاء على التشكيلات المسلحة، مقاومة كل أشكال الغزو الخارجي وفي مقدمتها الغزو التركي وأي اتفاقيات تشكل تهديدا على السلم والأمن القومي، عدم القبول بالهدنة الموجودة حاليا قبل خروج المرتزقة، رفع قضايا قانونية ضد الدول التي تسببت في تدمير الدولة الليبية وعلى رأسها قطر وتركيا. نقاط واضحة جدا، جملة من النقاط الواضحة جدا أبرزها دعم الجيش الوطني في الحرب على الفوضى لإرساء الاستقرار. الجيش الوطني طبعا ممثل في القيادة العامة كان عنده بيان بالخصوص، البيان كان عبارة عن استجابة سريعة جدا لمخرجات ملتقى القبائل وللثوابت اللي تكلمنا عليها واللي هي عبارة عن أنها وضعت الكرة في ملعب الجيش. الجيش قال احنا معاكو، الملتقى قال احنا معاكو أيضا، نستمروا في ظهرك ومش حنخلوك، والزخم الاجتماعي كله تحت خدمتك، هذه هي رسائل ملتقى ترهونة، ومش في خدمتك بس، وفي خدمة الأغراض الميدانية العسكرية وفي خدمة الجهد العسكري. القيادة العامة في المقابل على لسان المسماري قالت للحاضرين في ترهونة أنها جاهزة وأن جاهزيتها تامة جدا لتنفيذ أوامرهم وتعليماتهم في محاربة الغزاة الأتراك وقطع دابر الإرهاب واجتثاثها من الأراضي الليبية وفك وحل الميليشيات وجمع السلاح ومحاسبة من عرض الأمن القومي للخطر وتآمر على سلامة الوطن بالخيانة والعمالة والتعاون مع المخربين والغزاة والإرهابيين ودعمهم عسكريا وسياسيا وإعلاميا. هذا كلام القيادة العامة، هذا جزء مقتبس من بيان القيادة العامة عصر يوم الجمعة اللي تلاه طبعا الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. نتابع. أعلن القبائل الليبية عن تمسكها بالقوات المسلحة العربية الليبية المشرعنة من مجلس النواب الليبي ومقره مدينة دار السلام طبرق والقوات المساندة لها، وتترحم على الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، وتدعو الله بالشفاء العاجل لكل الجرحى، وتطالب المجتمع الدولي بضرورة رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي. ويعتبر هذا البيان تخويلا قبليا للقوات المسلحة بالبدء في سرعة حسم المعركة ميدانيا للقضاء على كافة الميليشيات التي عاثت في الأرض فسادا. إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وهي ترحب بهذا البيان لا تجد مناصا من إعادة كلمتها لبيك طرابلس، لبيك ليبيا، لبيك الشعب الليبي العظيم، وتعلن لهم جاهزيتها التامة لتنفيذ أوامرهم وتعليماتهم في محاربة الغزاة الأتراك وقطع دابر الإرهاب واجتثاثه من الأرض الليبية وفك وحل الميليشيات وجمع السلاح ومحاسبة من عرض الأمن القومي للخطر وتآمر على سلامة الوطن بالخيانة والعمالة والتعاون مع المخربين والغزاة والإرهابيين ودعمهم عسكريا وسياسيا وإعلاميا. نمشوا شوية، المرسل كانت المكونات المجتمعة في مدينة ترهونة في مشهد فيه زخم كبير، والمستقبل كان الجيش الوطني اللي أعلن استعداده لتنفيذ مخرجات ملتقى القبائل فيما يتعلق بالشأن العسكري، لأن المخرجات كثيرة وتناولت أكثر من ملف، يعني ملف أمني، ملف عسكري، ملف سياسي، ملف قانوني. الآن إلى النقطة الأخيرة في عجالة طبعا، وهي نقطة المسار العسكري اللي أعلن سلامة عن استئنافه بين لجنة القيادة العامة للجيش الوطني ولجنة المجلس الرئاسي المعبرة بشكل أو بآخر حبوا أو كرهوا عن مطالب التشكيلات المسلحة، نقطة من أول السطر. طبعا المحادثات توقفت لفترة وجيزة بسبب موقف سريع انفعالي جاء نقدر نقوله كردة فعل من المجلس الرئاسي على استهداف الجيش الوطني لشحنات أسلحة تركية في ميناء طرابلس، وأكيد حضراتكم تابعتم المواقف وردود الأفعال. سلامة أعلن استئناف المسار العسكري في جولة الثانية في حالة من الغموض وفي حالة من التكتم
وحالة من عدم الإفصاح عن أي جديد. هذا طبعا بين قوسين إذا كان طبعا في جديد. الجولة الأولى انتهت وعرفنا أن الطرفين ما اجتمعوش في قاعة واحدة، وهذا شيء مؤسف وشيء سلبي، وإحنا موضوعيين الآن. كان فيه ميسر للحوار، وهو اللي كان ينتقل من قاعة للثانية لنقل مطالب ورؤى ومواقف كل طرف. طبعا نقول بكل صراحة يعني إنه المفاوضات ليست سهلة، يعني أكيد المفاوضات في مثل هذا النوع مش سهلة. هي أي مفاوضات بطبيعتها معقدة، فما بالك بالحالة الليبية الحالية، يعني انقسام حاد، ويعني استقطاب أكثر حدة، ومطالب على النقيض تماما. الجيش الوطني مطالبة واضحة، يطالب بجمع السلاح، السيطرة على المعسكرات، الموانئ، المطارات في كل ليبيا، التشكيلات المسلحة بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها اللي عندها اللجنة في جنيف مصرة على موقفها بالاستمرار في الحضور في المشهد تحت مسميات وتحت شعارات وتحت عناوين. نعتقد أنه تجاوزتها الأحداث ولا تتطابق مع مبدأ ومنطلق تحديد الأولويات. الأولويات اليوم وفق الحالة اللي فيها ليبيا تحتم الانطلاق من منطلقات أمنية، قراءة أمنية من أجل الوصول للأمن والاستقرار. هذه المقدمة كانت عبارة عن إضاءات على أكثر من قضية وملف. نرحب الآن أيها المشاهدين الكرام، وعذرا على الإطالة، نرحب بضيفنا عضو المؤتمر الوطني العام السابق السيد إبراهيم الغرياني الموجود معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة بنغازي. سيد إبراهيم مرحبا بك وشكرا لتلبية الدعوة. سوف نتناول معك بتفصيل أكبر طبعا مجموعة من النقاط تطرقت إليها أنا في عجالة في هذه المقدمة يعني من ربع ساعة. الموضوع الأول هو موضوع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لأول مرة أردوغان يعترف بأنهم أرسلوا مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال مع التشكيلات المسلحة، وأيضا أقر من جديد بوجود قوات تركية للتدريب. ما هي الرسائل التي أراد أردوغان أن يرسلها، ولمن تحديدا؟ بداية أرحب بك وبكل ضيوفك وبكل مشاهدي برنامجك الكرام. تصريحات رجب أردوغان ربما أصبح مضطر أن يقول ذلك، لأن الكل بدأ يعلم بأن هنالك مرتزقة يتم نقلهم إلى طرابلس من إدلب ومن مناطق مختلفة عبر تركيا لطرابلس، وأن هنالك موتى وقتلى بينهم، وأن هنالك حتى قتل بين جنود أتراك نقلوا لطرابلس تابعين للجيش التركي. وبالتالي لم يعد خفي، لم يعد من الجدوى إخفاء ذلك، العالم كله بدأ يعلم ذلك. ربما يريد أن يقول أردوغان أنني الآن أصرح بشكل علني أنني موجود، وبالتالي على المعنيين بالملف الليبي سواء الإقليميين أو الدوليين أن يدركوا ذلك، وأن يتم التفاوض معنا مباشرة. ربما لم يعد من المجدي الحديث على أن هنالك مفاوضات ليبية، يريد أن يقول إذا أردتم أن تكون هنالك اتفاقات عليكم أن تتفاوضوا معنا مباشرة. هل هذا التصريح أيضا من زاوية أخرى أستاذ إبراهيم يمكن قراءته على أنه رفع للحرج على المسؤولين في حكومة الوفاق المجلس السياسي، لأنه هنالك أسئلة تتعلق بالمرتزقة السوريين طرحت على فايز السراج على وزير الداخلية، ولكنهم ميعوا، لكنهم لم يجيبوا بنفس الإجابة الواضحة الصريحة الفجة التي أجاب بها أردوغان. ربما، ولكن أحمد معيتيق في إحدى اللقاءات الصحفية الأخيرة سئل حول المرتزقة السوريين، قال نعم هنالك سوريين يقاتلون ونحن لم يكن لدينا خيار ونحن نريد أن نحمي طرابلس. حتى أن الصحفي سأله لكن يوجد بين مرهبيين كيف تقبلون بذلك، قال علينا أن نلتفت الآن عن الإرهابيين وسيكون لنا شأن آخر فيما بعد معهم. بالتالي لم يعد خفي، لا أعتقد أنه يرفع الحرج عنهم، لأنهم في نهاية الأمر أصبح وجود السوريين ومرتزقة في طرابلس ظاهر وواضح العيان حتى للناس داخل طرابلس بشكل علني وواضح. هو يطلب، هو أنت تحدثت وقدمت قراءة على أنه قد يكون
يوصل في رسالة للغرب وللداخل للأطراف الداخلية بأن يعني أنا المسؤول عن طرف الوفاق وأي تحاور يفترض أن يكون معي. كيف يتم هذا إذا كان هو في المقابل يرفض مقابلة المشير خليفة حفتر، وقال أيضا في نفس التصريح أنه لا حوار مع خليفة حفتر، وأيضا المشير خليفة حفتر في المقابل يعني يرفض رفضا قاطعا أن تكون أي مفاوضات بينه مع أردوغان، أي مفاوضات إن كانت تكون مع الليبيين. بداية يجب أن نضع موقف ثابت حسب القراءة الموجودة للمشير حفتر القائد العام للجيش الليبي أنه لم يعي يوما أن لأردوغان أهمية ليطلب الجلوس معه ليقبل أردوغان أو يرفض، فلا يرى لأردوغان أي أهمية ولا أي قيمة. كل ما يرى لأردوغان أن قوات أجنبية تركية غازية للدولة الليبية الذي المشير حفتر هو قائد جيشها، وأن عليه واجب وطني مع القوات المسلحة بمواجهة هذا الغزو التركي العثماني والقضاء عليهم وإخراج بلادنا، وبالتالي نحن أمام حالة حرب تحرير، هكذا يراها المشير حفتر. وبالتالي الحديث عن حوار بين أردوغان والمشير حفتر أعتقد حتى في الأحلام لا يمكن لأحد أن يتصور ذلك بالعقيدة الوطنية التي نعلمها عن المشير حفتر. أما تصريحات أردوغان أعتقد أن وصفها كما وصفه ربما بشار الأسد وهو أقرب أنها فقاعات هوائية. أردوغان يحاول أن يضخم الدولة التركية ويضخم نظامها بأن يجعلها قوة أقليمية، يرسل قوات إلى سوريا، يرسل قوات إلى ليبيا، يحاول أن يضاهي قوات أو يضاهي دول أخرى عظمى أو كبرى، يريد أن يقول بأننا موجودين في الإطار الإقليمي وبأن عليكم أن تتحاوروا معه، ولكن في اعتقادي أن العالم بدا يستدرجه، وربما ما حدث أخيرا في حلب وإدلب وباتت قوات الجيش السوري على بعد 15 كيلو تقريبا من الحدود التركية تؤكد بأن الدولة التركية استدرجت من خلال أردوغان، وأن القادم ربما سيكون مرير جدا على الجيش التركي وعلى أردوغان نفسه، وتوقع سقوطه بشكل كبير خلال الفترة القادمة القريبة جدا. بس اعذرني أستاذ إبراهيم الغرياني، أيضا هو في المقابل موجود يعني في أكثر من اتفاقية، في أستانا موجود، سابقا في أضنا موجود، في سوتشي الرجل موجود، أيضا حتى في اتفاق وقف إطلاق النار الذي بنى عليه سلامة المسارات الثلاثة موجود هو والروس. نعم هذا صحيح، لكن دعنا ننظر لأستانا ودعنا ننظر لأضنا، ماذا يحدث الآن؟ ما يحدث الآن أن حلب التي كان لديه مواقع يسيطر عليها الجيش التركي فقدها الآن، قوات الجيش السوري فقدها، تقدم الجيش السوري سيطر على حلب، فتح مسار جوي بين دمشق وحلب، يتقدم في إدلب ويكاد يسيطر عليها، يتقدم نحو الحدود التركية لا تبعده عنها إلا 15 كيلو. هذه نتائج الاتفاقيات التي هو موجود بها، وأقول لك حتى اتفاق الهدنة الذي تم بينه وبين بوتين ربما نتيجته لن تكون بعيدة عن نتائج اتفاق ستانا وأضنا، ربما الرجل يستعمل كماضي على الأوراق وماضي على الاتفاقات، ولكن النتائج على الأرض دائما تكون مختلفة. هذا ما أثبته لنا الوضع في إدلب وحلب، وبكل تأكيد سيكون في طرابلس. نترك أردوغان، منحنا 8 دقائق، نعتقد هذا كافي. ننتقل إلى مخرجات ملتقى القبائل. أستاذ إبراهيم، إلى أي مدى المخرجات كانت مرضية بالنسبة لك شخصيا وأيضا مطابقة للحالة اللي تمر بها ليبيا اليوم؟ نعم بالنسبة لي كمتابع للشأن الليبي وقارئ لمشهده السياسي أعتقد أن المجتمعين في ترهونة من قبائل ونخب وأعيان ومثقفين وسياسيين ربما قالوا ما يجب أن يقال، عبروا على أنهم شرائح مهمة من الشعب الليبي بطوائفه المختلفة وأيضا بمدنه وأقاليمه وقراه المختلفة بكل مدن ليبيا، قالوا كلمة واحدة، قالوا لا للغزو التركي، قالوا نعم للقوات المسلحة، نفوض القوات المسلحة في بدء عملية تحرير ضد الغزو التركي، أنهم مستعدون لإعلان الجهاد والقتال ضد الغزو التركي، تحدثوا عن الدولة المدنية الديمقراطية، تحدثوا عن دعم الجيش الليبي بقيادة القيادة العامة والمشير حفتر، ربما الرسائل التي أرسلوها واضحة وواضحة جدا، وهي تقترب من المشهد الوطني إن لم تكن تعبر عن المشهد الوطني
الليبي بشكل حقيقي، هؤلاء هم أبناء ليبيا، هؤلاء هم مشايخها، هؤلاء هم نخبها، وقالوا كلمتهم التي هي كلمة الشعب الليبي والمخلصين الوطنيين منهم. طيب، أول نقطة في مخرجات البيان نريد أن نتحدث عنها قليلا لأنها ترسم المستقبل، هكذا نعتقد أستاذ إبراهيم. بشكل واضح البيان في نقطته الأولى يقول أن ليبيا دولة ديمقراطية، هل في هذا يعني تأكيد وتوكيد ورسالة للطرف الآخر على أننا الأحق بالحديث عن الديمقراطية والمدنية والمسار الديمقراطي؟ بكل تأكيد أخي طه، ربما من لديه الأحقية هم الشعب الليبي أنفسهم، المجتمعون في ترهونة يمثلون هذا الشعب من خلال هذا العدد الكبير الحاضر بشخصيات بارزة. من الأحق بالحديث عن الدولة المدنية والديمقراطية؟ الذين يغتصبون السلطة في طرابلس ويمارسون سياسة وسلطة الأمر الواقع دون أن يكون لهم سند شرعي في الإطار الدستوري الذي يحكم ليبيا وهو الإعلان الدستوري، أم أبناء الشعب الليبي نفسهم ممثلون بقبائلهم ونخبهم؟ بكل تأكيد هو الشعب الليبي، فالشعب الليبي من خلال هذه النخب والأعيان والمشايخ يريد أن يقول الدولة المدنية الديمقراطية هي حلم الليبيين، هو الحلم الحقيقي، وأنتم من تدعون الديمقراطية تسيطرون على السلطة بخارج الإطار الديمقراطي، فمن أدعى أن يدعو للديمقراطية؟ من هو أهل لها وحق بها أم من ينتزع السلطة خارج الإطار الديمقراطي ويتحدث عن الديمقراطية فقط من باب تثبيت نفسه في السلطة ومحاولة إيجاد مخارج سياسية تثبته في السلطة بشكل رسمي؟ بس على الرغم من هذا الخطاب الواضح وعلى الرغم من التعبير عن ما يعني وصفت بحلم الليبيين جميعا الوصول للدولة المدنية الديمقراطية، ما يزال فايز السراج يقدم نفسه كحامي عرين حلم الدولة المدنية. الرجل في ميناء طرابلس قبل يومين أو ثلاثة يؤكد على أن الوفاق هم حماة الدولة المدنية، وعلى أن القتال اليوم هو قتال بين من يريدون دولة عسكرية دكتاتورية دولة قمعية وبين من يدافعون عن حلم الدولة المدنية وهو المجلس الرئاسي. للأسف أخي طه، ربما الكلام ليس كالواقع، وواقعهم وتصرفاتهم وكل ما يتخذونه من إجراءات وتصرفات تكذبهم بشكل مباشر. الدولة المدنية الديمقراطية هي التي تأتي عبر صناديق الاقتراع، صناديق الاقتراع مرت بليبيا في مرحلتين اثنين، 2012 في انتخابات المؤتمر الوطني، ثم في 2014 انتخابات مجلس النواب. مجلس النواب هذه الانتخابات من انقلب عليها؟ انقلب عليها بعملية فجر ليبيا، وانقلبت عليها الميليشيات الموجودة في طرابلس التي الآن فايز السراج هو على رأسها. وبالمناسبة علينا ألا ننسى أن فايز السراج نفسه هو كان نتاج للعملية الديمقراطية في انتخابات مجلس النواب، يقفز بعد ذلك بدون أي آلية ديمقراطية وبدون انتخاب ليكون رئيسا لسلطة تنفيذية، بينما هو انتخب كأحد أعضاء السلطة التشريعية. أين الديمقراطية في ذلك التي يحميها؟ دعنا من ذلك، أذكرك أخي طه في 2018 عندما حدث اجتماع باريس الثاني واجتمعت الرئاسات الأربع فيما سميت ذلك الوقت، فايز السراج والمستشار عقيلة صالح والقائد العام المشير حفتر وخالد المشري ممثلا على مجلس الدولة، اتفقوا على أن تجرى انتخابات في نهاية عام 2018 وأن يكون في شهر 9 توضع القاعدة الدستورية التي يجري على الانتخابات. في ذات اليوم خرج خالد المشري وتنصل من ذلك، وفي اليوم الثاني طار فايز السراج إلى روما، ثم ذهب إلى اسطنبول، ثم ذهب إلى الدوحة، ومن ذلك اليوم لم يعد أحد يسمع عن هذه الانتخابات التي تجرى في نهاية 2018. من يدعي الديمقراطية عليه أن يتمسك بها، من يدعي الديمقراطية عليه أن يعمل أن تكون هنالك انتخابات، لكن هم جاءوا بآلية غير ديمقراطية، جاءوا عبر اتفاق مشبوه، لم يأتوا عبر صناديق الاقتراع. مدتهم حتى في اتفاق الصخيرات إذا كانوا يحترمون حتى المواثيق التي أتت بهم يفترض أن تنتهي في ديسمبر 2017، لكن هذا لم يحدث. يفترض أن يكون سنة يجددون لسنة أخرى، انتهت السنة في 2016 امتدت سنة أخرى يفترض دون تجديد من أحد 2017. نحن اليوم في 2020 ولازال فايز السراج موجودا دون أي آلية ديمقراطية، وحتى بالمخالفة لاتفاق الصخيرات نفسه الذي هو تمسك به، فأين الديمقراطية في ذلك التي يتحدث عنها؟ طيب، بالحديث عن ملتقى القبائل والمكونات الليبية والرسائل اللي أوصلوها، جزء من الرسائل وأهمها كانت موجهة إلى الجيش الوطني وإلى القيادة العامة. بالأمس القيادة العامة
ردت على هذه الرسائل واستجابت بشكل إيجابي لهذه المخرجات. القيادة أعلنت استعدادها وجاهزيتها التامة لتنفيذ مخرجات القبائل فيما يتعلق بالشق العسكري، وهنا السؤال: كيف سيحقق الجيش الوطني هذه التطلعات على الرغم من أنه موجود في هدنة اليوم؟ نعم، بكل تأكيد أخي طه، حتى نفصل الأمور بشكل جيد، لا يمكن أن تكون لدولة أن تحقق سيادتها إلا بوجود قوات مسلحة قوية قادرة على أن تفرض الأمن والاستقرار وعلى أن تحمي الحدود وتفرض هيبة وسلطة السلطات التي تدير الدولة. إذا غابت هذه المؤسسة العسكرية فقدت السلطات التنفيذية في الدولة قدرتها على إنفاذ قراراتها وبسط سيطرتها على الدولة. الليبيون والمجتمعون في تارونا يدركون ذلك، ولذلك هم تمسكوا بالمؤسسة العسكرية وفوضوها وجعلوها عماد وأساس مخرجات بيانهم في تارونا. كيف ستقوم القوات المسلحة بذلك؟ القوات المسلحة بداية هي موجودة داخل طرابلس، هي الآن ليست على تخوم طرابلس فقط بل هي على تخوم قلب طرابلس نفسه، هي داخل طرابلس. القيادة العامة والقوات المسلحة في كل بياناتها التي صدرت تباعا خلال الفترة الماضية تقول بأنها من دعاة السلام، ولكن دعاة سلام بمعنى أنها تريد تفكيك الميليشيات، تريد نزع أسلحتها، تريد القضاء على الإرهاب، تريد الآن خروج المرتزقة، ودائما تشير إلى نقطة مهمة وهو أن تكون هنالك سلطة مدنية في طرابلس تدير البلاد، تكون لها قاعدة دستورية ويرتضيها الشعب الليبي. إذا هنالك وسائل أو تمت مساعي من أي طرف كان داخلي محلي أو أقليمي أو دولي للوصول إلى هذه النقاط سلما، القيادة العامة دائما تقول أنها تنخرط فيها ومنفتحة عليها وتتعاطى معها في إيجابية. إذا كان هنالك احتمال أن يحقن دماء مواطن ليبي واحد فالقيادة العامة تقول نحن مستعدون أن ننخرط في ذلك. إذا كانت الهدنة قد ينتج عنها احتمال ولو 1% أن ينتج عنها اتفاق سلمي يحقق هذه الشروط التي تؤكد عليها دائما القيادة العامة، القيادة العامة تقول نحن نعطي فرصة لذلك. لكن إذا كانت هذه الهدنة تستغل من الرئاسي ومن عصابات ومرتزقة السراج وأردوغان لإرسال مزيد من المرتزقة، لإرسال مزيد من الأسلحة لمحاولة تغيير الوضع العسكري في طرابلس، القيادة العامة قالت بوضوح نحن سنكون لهم بمرصاد، ولكن علينا أن نعطي للسلام فرصته. وأعتقد في تصريحات للقائد العام في لوكالة سبوتنيك الروسية الأخيرة قال بأن صبرنا قد بدأ ينفذ وأن التزامنا بالهدنة ما لم يقابله التزام الأطراف الأخرى فأننا لن نكون ملتزمين وسنطلع بدورنا في حماية شعبنا وأراضينا. أنا عندي جزئية أخرى أستاذ إبراهيم، يعني هل هذه المطالبات من قبل ملتقى للقبائل والمكونات الليبية بكل صدق، يعني هل من شأن هذه المطالبات أن يعني تزيد وتضاعف الضغط والمسؤولية على القيادة العامة؟ دعني أقول لك بوضوح، أنا ما سمعته في بيان المسماري عندما يقول لا مناص من أن نعيد لبيك طرابلس، لبيك ليبيا، لبيك الشعب الليبي العظيم. أعتقد أن هذه العبارات واضحة في دلالتها ودقيقة جدا في التعبير على أن القيادة العامة والقوات المسلحة تلقفت بيان ترهونة بشكل يعني أقول لك كبير جدا وأن تضعه بعين الاعتبار، ولكن ربما لا زالت تريد أن يكون هنالك فرصة لإحلال السلام دون خارج إطار العمليات العسكرية. ولكن بكل تأكيد في قناعتي أن القيادة العامة المتتبع لها منذ بدايتها ومنذ نشأتها في عام 2015 أعتقد بأنها لم تخذل يوما الشعب الليبي وأنها كانت دائما تقول أننا نأتمر بأمر الشعب الليبي وأن متى أمر الشعب الليبي ستكون قواته المسلحة جاهزة للتنفيذ. يعني حالة المشير هذا ما تم في بيان المسماري، وربما المسؤولية أصبحت عظيمة الآن على القيادة العامة. يعني حالة المشير حفتر وحالة الجيش الوطني والقيادة العامة تشبه يعني في جانب من الجوانب حالة عبد الناصر وفي في في فترة الخمسينات، كل ما أراد الرجل أنه يعني قد يفكر في مسارات سياسية سلمية يفتح النافذة فيرى الجموع، يرى الملايين. هذه المسألة تضاعف الضغط، تزيد المسؤولية، وكأنه هذه الجموع تقول القضية ليست قضية جيش فقط، هي قضية شعب بالكامل، وبالتالي الرأي لم يعد لكم فقط، حتى نحن نشارك فيه في صناعته في خلقه.
نعم، أنا أعتقد هذه الصورة قد تكون مقاربة صحيحة، ولا حتى البيانات القيادة العامة خلال الفترة الماضية أخي طه هي دائما تشير إلى ذلك، دائما تتحدث عن الشعب الليبي، دائما تتحدث عن أمنه واستقراره، تتحدث عن الزهار، تتحدث عن التوزيع العادل للثروة. إذا نحن نتحدث عن قوات مسلحة وقيادة العامة تضع نصب عيونها بالدرجة الأولى حالة الشعب الليبي واحتياجاته، وأنه هو صاحب الكلمة الأخيرة في البلاد، فهو صاحب هذا الحق. وبالتالي ما تراه القيادة العامة إذا تعارض مع ما يراه الشعب الليبي، في تصور أن القيادة العامة ستقدم ما يراه الشعب الليبي وتعمل به، لأنه هو صاحب الأمر الحقيقي والسلطة في نهاية المطاف. هذا كلام رائع جدا، ولكن هنالك من يخشى من أن هذا التماهي من قبل القيادة العامة مع مطالب الليبيين لا يقابله القدر الكافي من الإمكانيات، من المعدات، من التجهيزات التي تسمح للقيادة العامة بتنفيذ مطالب الناس. أنت تعرف أستاذ إبراهيم أكثر مني بآلاف المرات أنه الجيش الوطني يعني ولد من العدم، وإمكانياته إلى الآن هي إمكانيات ليست كبيرة جدا، فبالتالي هنالك خشية من أن مطالب الليبيين قد لا تتحقق قياسا إلى إمكانيات الجيش اليوم. أنت عارف الضغوطات اللي موجودة، وعارف الصعوبات اللي موجودة، وعارف التعقيدات اللي موجودة. نعم غطاء، قد يكون بالحسابات الورقية قد يكون كلامك فيه بعض من الصحة، باعتبار أن جيش وليد ولد ويبني في نفسه، وذات الوقت دخل في حروب منذ ولادته كثيرة جدا، منذ حرب تحرير بنغازي، درنا، 6 عمليات عسكرية للمواني النفطية، الجفرة والجنوب على امتداد الرقعة الجغرافية الكبيرة إلى ليبيا، الآن موجود داخل طرابلس وعلى تخوم قلب طرابلس، موجود حرر سرت ما بعد سرت، الآن موجود على الحدود الإدارية لمدينة مصراتة. لكن دعني أقول لك أمر غاية في الأهمية وذكرك به، دائما الإرادة الوطنية إرادة التحرير في اعتقادي أنها لا دور هام. تعرف أخي طه، لو القائد العام والقيادة العامة القوات المسلحة وضعت هذه الحسابات الإمكانيات توفرها من عدمه كأساس للبدء أي عملية تحرير، أقول لك لما انطلقت عملية تحرير بنغازي من الأساس، عندما انطلقت معركة تحرير بنغازي كما تعلم ويعلم كل الليبيين بأن كانت إمكانيات القوات المسلحة ليست قليلة فقط، بل تكاد تكون معدومة من حيث الرجال ومن حيث العداد من حيث التسليح. كانت تعتمد على الكلور فاد، كانت تعتمد على ما تغنمه من الميليشيات والمجموعات الإرهابية، رجال ونفر قليل تقدموا للخط الأمامي في المرحلة الأولى لكتيبة 17 فبراير، 300 أو يقلون أو يقلون أو يزيدون بقليل في مواجهة ما يقارب من 15,000 من المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على كل معسكرات بنغازي وعلى مداخلها وعلى مخارجها وعلى مراكز شرطتها وعلى كل النقاط فيها، وكانت تمتلك السلاح ولديها الأموال وتلقى الدعم من الحكومة الموجودة في طرابلس ذلك الوقت ممثلة في المؤتمر الوطني، وكانت تتلقى في الجرافات التي تمدها بالسلاح والأموال. والقوات المسلحة كانت وليدة لم تتجاوز 300 شخص. النتيجة ماذا يا أخي طه؟ كانت تحرير بنغازي النتيجة ماذا؟ كانت تحرير درنا النتيجة ماذا؟ تحرير مواني النفطية النتيجة ماذا؟ تحرير الجفرة النتيجة ماذا؟ تحرير سرت النتيجة ماذا؟ نحن الآن في قلب طرابلس، القوات المسلحة الآن في قلب طرابلس. إذن الحسابات ليست حسابات فقط مادية، هنالك إرادة وطنية، هنالك مشروع لإقامة الدولة حقيقي، وهنالك عمل أو يقف وراءه شعب بأكمله اسمه الشعب الليبي العظيم، لأنه صاحب المصلحة، لأنه يقدم التضحيات. ربما حسابات القدرات والإمكانيات أمام طموحات شعب ورغبته في تحرير أرضه ووطنه ربما تتلاشى، وربما هذا كان أيضا مصير المجاهدين الأوائل. المجاهد الأكبر عمر المختار ورفاقه يواجهون الجيش الإيطالي بكل عداده ومعدداته وقدراته، لو عملوا حساب لهذه المعطيات لما قاتل مواطن ليبي واحد الاحتلال الإيطالي. ولذلك عندما تكون المعركة معركة تحرير وحرب تحرير، الحسابات دائما تكون مختلفة. ولذلك يقول المشير حفتر عن نفسه إنه صاحب مشروع لإنقاذ ليبيا وليس صاحب مشروع لحكم ليبيا، هكذا قال المشير حفتر في جلسة من الجلسات. عموما بالتأكيد وهو صادق في ذلك. عموما أنا عندي 6 دقائق أستاذ إبراهيم، الوقت معك ممتع ولا يمل صدقا، بس هذه أحكام الهواء. الاستئناف المباحثات في المسار العسكري أستاذ إبراهيم الغرياني، الجيش وصل لطرابلس وموجود في مناطق في طرابلس، شفنا هدنة في 13 يناير، ومن حيث المبدأ
جميعنا باركنا هذه الهدنة لإيقاف القتال وتحقيق الشروط اللي وضعتها القيادة بالسلم وليس بالحرب. اليوم تقريبا شهر وفي مباحثات وجولات ثانية ولم نسمع عن أي جديد من قبل البعثة الأممية. برأيك ما مصير هذه المباحثات؟ أنت تعلم أن البعثة الأممية وغسان سلام ربما هذا نهج الأمم المتحدة عموما أنهم يشتغلون بما يسمى بالغموض الذي يسمونه الغموض البناء. نعم. لا يصرحون حول النتائج، لا يشيرون لأي تقدمات أو لأمور صعبة، يحاولون دائما أن تكون الأمور في الكواليس حتى تصل إلى صوت النهائي. بس صدقا يعني ما شفنا شيء بناء يا أستاذ إبراهيم، يعني حتى نكون موضوعيين. نعم نعم مش ندرك. ما فيش بناء، وين البناء؟ نعم نحن ندرك بأن الأمور ليست سهلة. نحن نتحدث عن ميليشيات، هؤلاء الخمسة الذين يمثلون ما يعرف بالوفاق هم في نهاية الأمر يرجعون لهذه الميليشيات، بل الأمر أصبح أكثر صعوبة، أصبحوا يرجعون إلى أنقرة والدوحة. وبالتالي نحن ندرك أن الخمسة الذين يقابلون الضباط الخمسة الممثلين للقيادة العامة والقوات المسلحة هم لا يملكون إرادتهم، يخضعون الميليشيات، يخضعون لتركيا والدوحة. وبالتالي هذه الدول وهذه الميليشيات لن تقبل بتفكيك أنفسها، تركيا لن تقبل بإخراج مرتزقتها وجنودها، وبالتالي في توقع أن لن يصلوا إلى نتيجة تذكر. ولكن في تصور أن القيادة العامة تريد أن تقول للليبيين نحن نحاول أن نحقق الدولة من خلال السلم، نحن نحاول أن نقضي على الإرهاب من خلال الاتفاق، نحن نحاول أن نكون متجاوبين مع المجتمع الدولي ليساعدنا في تفكيك ميليشيات وجمع السلاح. إذا لم نصل إلى هذه النتيجة حينها سنكون قد أعذرنا إلى ربنا، وحينها ستطلع قواتكم المسلحة بدورها. وأعتقد هذا ما قاله القائد العام وهذا ما قاله المسماري في بيانه الأخير. طيب أيضا هنالك سيناريو آخر قد يحدث تقاربا بين الجيش الوطني وبين التشكيلات المسلحة، وهو أن الجيش الوطني يخفف يعني قليلا من الشروط الموضوعة. شو رأيك؟ مسألة هو الجيش الوطني قواعد ثابتة، هو يفصل بين أمرين اثنين، والآن أصبحت ثلاث أمور. أصبح لدينا مرتزقة سوريين إرهابيين ولدينا قوات تركية، هؤلاء أطراف أجنبية غازية لابد من خروجهم من ليبيا تماما، وإلا سيدفنون في ترابها، والقضاء عليهم هذا أمر محتوم لا محالة، والحرب في مواجهتهم هي حرب تحرير، لأن هذا غزو خارجي لا يمكن أن يتم التفاوض معه ولا الحديث معه. بس أستاذ إبراهيم، أن يقبلوا أستاذ إبراهيم من الأشكال. أعذرني أستاذ إبراهيم، رأوا المرتزقة السوريين هم نتيجة الهدنة على فكرة، أنهم استغلت الهدنة في إدخالهم وليسوا أتوا عبر الهدنة، استغلت الهدنة في إدخالهم. وهذا دليل آخر أن القيادة العامة هي تعاطت بإيجابية، أرادت السلم، أرادت أن تتعاطى مع المجتمع الدولي والمجتمع الداخلي بأننا دعاة سلام. النتيجة كانت أن الطرف الآخر السراج وعصابته أردوغان ومرتزقاته استغلوا هذه الهدنة لإحداث تغير عسكري وتغيير في القوة داخل مدينة طرابلس. هذا دليل على أنهم لا يريدون السلام، دليل على أنهم لا ينخرطون بجدية، إنما يريدون كسب الوقت. وأنا أقول بأن القيادة العامة في تصوري تدرك ذلك وتتابع ذلك بشكل كبير، ولكن لديها حساباتها. النقطة الأخرى خطاها، ويجب أن تكون مهمة، القيادة العامة في إطار الليبيين تفرق بين اثنين، تفرق بين المجموعات الإرهابية وهذه لا تعترف بالدولة ولا تعترف بالدستور ولا تعترف بالمؤسسات، والقيادة العامة دائما تقول لابد من القضاء عليها القضاء التام، وبين الميليشيات التي لا تحمل فكرة متطرف وتحمل السلاح. القيادة العامة تقول هؤلاء الليبيون، هؤلاء أبناؤنا ارتكبوا أخطاء يواجهون الدولة الآن، لكن نحن لا نسعى للقضاء عليهم، نحن نسعى لتفكيكهم، نسعى لجمع السلاح منهم ثم إعادة إدماجهم في المجتمع إذا كان ذلك ممكنا عبر مسارات مختلفة ممن تنطبق عليه الشروط، سواء المؤسسات الأمنية أو العسكرية أو في الحياة العامة. وبالتالي القيادة العامة موضوعية جدا فيما تطرحه خلال هذه من خلال هذه الفئات. بس يقالك ما فيش ضامن. الضامن أقول لك أن تقبل القيادة العامة بهدنة وهي ليست بحاجة لها، أن تقبل بهدنة وهي قادرة عند مقبولة بالهدنة على اقتحام طرابلس. لماذا قبلت بالهدنة في تصورك؟ قبلت بالهدنة لأنها لا تريد دمار،
لا تريد دماء، لا تريد قتال. إذا كان هنالك تمت أمل ولو 1% إلى أن تصل إلى تصورها لمشروعها لإقامة الدولة بالطريقة السلمية، هي انخرطت فيها مع احتفاظها بالحق في الرد على على اختراقات الهدنة، وأيضا مع إثباتها وتسجيلها دائما لقدرتها على أنها في أي لحظة قادرة على تحرير طرابلس، لكن تقول دعنا نعطي لفرص السلام وقتها، إذا لم تكن هنالك تم لتحقيقه سلما نحن سنكون جاهزين لتحقيق أوامر الشعب الليبي طالما أن الشعب الليبي قد أمر بذلك. أشكرك جزيلا ضيفنا العزيز الكريم الأستاذ إبراهيم الغرياني، عضو المؤتمر الوطني العام سابقا، كنت ضيفا عزيزا على برنامج لايف في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، في حلقة اليوم تحدثنا بداية عن تصريحات أردوغان، لأول مرة هذا الرجل يعترف بإرساله المرتزقة السوريين إلى ليبيا في تصريحات فجة جدا ومستفزة لكل المشاعر الوطنية، لكل المواطنين شرقا غربا وجنوبا، ودليل صارخ على هذا التدخل التركي الفج في ليبيا، والذي يصفه قانونيون بأنه غزو تركيا على الأراضي الليبية. تحدثنا في الجزء الثاني على مخرجات ملتقى ترهونة، وأيضا مباركة القيادة العامة وإعلانها الاستجابة السريعة لمطالب الأعيان والقبائل والمكونات الليبية التي التقت جميعا، تقريبا 3500 شخص التقوا في مدينة ترهونة. نقطة ثالثة، تحدثنا عن استئناف المباحثات العسكرية فيما عرف باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف. جولة المفاوضات هذه هي الجولة الثانية، كان في جولة أولى قبل زهاء أسبوعين تقريبا، لم يفصح المبعوث الأممي عن أي نتائج عملية، ولكن كما قال الأستاذ إبراهيم الغرياني، نهج البعثة الأممية هو نهج الغموض البناء، ولكن كي نكون موضوعيين من حقنا أن نسأل أين هو العمل البناء طيلة سنوات من عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. هذا السؤال ليس الغرض منه هو العدائية لبعثة الأمم المتحدة، إنما هو النقد الموضوعي والأسئلة المشروعة التي من حقنا كإعلاميين كصحفيين نمتهن هذا العمل الوعر أن نطرح مثل هكذا أسئلة للوصول لإجابات حقيقية ترضي المشاهدين جميعا. وصلنا للختام، إلى اللقاء.